العرايس طبخه اللي ما بدها تطبخ، ما تكوني ملانه وزهقانه ومش عارفه شو بدك تحضري اكل اليوم للعيله، اعملي هالعرايس اللي طلعوا مقرمشين ومحشيين لحم كتير مع صوص بقدونسيه بتشهي. اول اشي بمحضره الطعام حطيت 3 حبات من البندوره، بصله كبيره، حبه فلفل رومي لونها احمر كبيره، وقرن من الفلفل الحار، فرمتهم كتير منيح، واخذت كيلو من لحمه الخروف المدهن، يعني زيدوا عليها شويه دهون، حطيت عليها هالخلطه، وكنت ناسي احط الثوم رجعت حطيته هلا، وحطيت معلقه كبيره من ملح القليل الصوديوم اللي للناس عندها ضغط. بعدين حطيت معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من البهارات المشكلة، وبتقدر تحطوا معلقة كبيرة من البهارات اللحم إذا متوفر عندكم. حطينا كمان شوية دبس رمان عشان تاخد نكهة لذيذة، وثلاث أربع معالق من زيت الزيتون، بتخلطوهم مع بعض كتير منيح، وبتجيبوا الخبز اللي يكون سميك، ما تجيبوا أبدا الخبز الرقيق لأنه رح ياخد سوائل ويطلع معاكم كتير طري. صينية الخبز حطيت عليها زيت زيتون ودهنته بالفرشاية، صفتت عليها الخبز وعملتوا صاص أو عملتوا الحبة الكاملة زي ما أنتوا بتحبوا، ودهنت وجههم كمان بزيت الزيتون بالفرن على حرارة 200، رح ياخدوا تقريبا على كل وجه 7 دقايق. ما بتصدقوا قد إيه طيبة.